بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه تفسير احلام والرقيه الشرعيه. النهارده هنتكلم مع بعض عن رؤيه ال 500 جنيه. هنفسر مع بعض اهم التفسيرات المتعلقه برؤيه ال 500 جنيه، سواء شفنا ان احنا لقيناها او شفنا ان في حد بيهدينا بيها، هنعرف معناها بشكل عام. اولا، رؤيه ال 500 جنيه من الرموز اللي بتدل على مال وعلى خير، وخير كتير هيحصل عليه الرأي، خصوصا لما يشوف انه لقاها. برضو ال 500 جنيه لما يشوف انها ورقة جديدة او عملة ورقية ويشوف ان هي جديدة، فمن الرؤى اللي بتدل على انتهاء مشاكل، انتهاء عثرات في حياة الرأي. كمان لو عنده مشاكل زوجية او عائلية، فمن الرموز اللي بتدل على انتهائها. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ال 500 جنيه، فبيكون بشارة ليها بإن هي هترزق بمال وهترزق بأولاد. ال 500 جنيه كمان من الرموز اللي بتبشر الشخص بتحقيق أمنيات لما يشوف إن هو لقيها. كمان بيكون بشارة بتحسين في أحوال الرأي وشعور الشخص بالأمان وبالاستقرار. رؤية ال 500 جنيه برضو من الرموز لو كانت فتاة عزباء هي اللي لقيتها أو شخص غير متزوج، فمن الرؤى برضو اللي بتدل على الزواج. كمان من الرموز اللي بتدل على كثرة الأمنيات وكثرة الطموح اللي هي عايزاه واللي هي بتسعى ليه، وإن إن شاء الله هيحقق. كمان لما يشوف الشخص إنه لقى 500 جنيه، فبرضو من الرموز اللي بتدل على قدوم خير وقدوم مال، بشرط ان هي تكون نقود ورقية او تكون العملة ال 500 جنيه ورقية. كمان من لما يشوف الشخص ان ال 500 جنيه دي ضاعت منه او اتسرقت، برضو من الرموز اللي بتدل على ضياع فرصة مهمة في حياته. كمان ال 500 جنيه لما يشوفها شخص بيمتلك عمل تجاري او مشروع معين، فمن الرؤى اللي بتدل على منفعة هتعود عليه من المشروع دي، من الرموز اللي بتدل على تحقيقه لأرباح، تحقيقه لمكاسب في الفترة المقبلة.